احنا كده في المحاضرة الجزء الأولاني درسنا العلاقة ما بين السويل والووتر، صح؟ درسنا علاقات السويل وعلاقات الووتر والمعادلات اللي بتربط ما بينهم مع بعض. هنخش النهاردة دلوقتي بقى في العنصر الثالث من عناصر السيرفيس إريجيشن، وهو البلانت. هندرس بقى البلانت، وبكده بعد ما ندرس البلانت يبقى خلاص هنجيب آخر حاجة بقى معادلات التصميم اللي منها هنطلع عمق مياه الري اللي هو الاريجيشن ديبث والاريجيشن انترفال. طب البلانت هندرس منه ايه؟ هندرس البلانت ووتر كونسامشن، معدل الاستهلاك المائي للنبات، معدل الاستهلاك المائي للنبات، بلانت ووتر كونسامشن. دي انترودكشن بقى على اهميه حساب او ازاي نعرف نحسب البلانت ووتر كونسامشن. في المقدمه دي بيقول لك ان لما درسنا كميات المياه اللي بيمتصها النبات وبيستخدمها في ايه، لقينا ان 95% من الميه اللي بيمتصها النبات من السويل بتروح في عمليتين، عمليه الايفابوريشن والترانسبيريشن. الايفابوريشن اللي هو الايه؟ البخر. الترانسبيريشن اللي هو ايه؟ من الهيدرولوجي. ترانسبيريشن النتح. الترانسبيريشن هي عملية النتح. حد يعرف ايه هو النتح ده؟ النباتات بتفقد المية اللي هي موجودة على الورق بتاعها. ايوه، النتح ده بالنسبة للنبات زي العرق بالنسبة للإنسان. النتح، عملية النتح اللي هي الترانسبيريشن للنبات زي العرق بالنسبة للإنسان. الإنسان لما بيعرق بيطلع المية اللي متخزنة في جسمه في صورة لما درجة الحرارة بترتفع حوالين الإنسان بيطلع بيخفض درجة حرارته، إنه بيطلع مية، جزء من المية اللي متخزنة جوه جسمه في صورة عرق على سطح الجلد بتاعه. نفس الكلام النبات، النبات في درجة الحرارة المرتفعة بيروح مطلع مية على سطحه عشان يخفض درجة الحرارة الداخلية بتاعته، أو يحافظ على إن درجة الحرارة الداخلية تكون ثابتة. في عملية النتح دي أو خروج المية على سطح أوراق النبات دي اللي بنسميها إيه؟ النتح. وتبخر المية دي هي اللي بتبقى إيه؟ ايفابوريشن. يبقى العمليتين دول مرتبطين مع بعض، لازم يحصل الترانسبيريشن عشان يجي بعديه الإيه؟ الايفابوريشن. فالعمليتين دول مع بعض بنسميها ايفابو ترانسبيريشن، وبيتم من سطح، من فوق سطح النبات. ف 95% من الميه اللي بيمتصها النبات اهي بتبقى في صوره الايفابو ترانسبيريشن، بتروح في صوره ايفابو ترانسبيريشن، و5% بس من الميه اللي بيمتصها جذر النبات هي اللي بيحتفظ بيها عشان يعمل بيكمل بيها عمليه النمو بتاعه اللي هي عمليه البناء الضوئي للنبات. طب الايفابو ترانس، لذلك بقى نتيجه ان اكبر كميه من المياه اللي بيمتصها النبات بتروح في عمليه الايفابو ترانسبيريشن، فهناخد الايفابو ترانسبيريشن هي الانديكيتور اللي بيعبر عن البلانت ووتر كونسامشن. هناخد الايفابو ترانسبيريشن هو الانديكيتور اللي بيعبر عن الايفابو البلانت ووتر كونسامشن، وهنرمز له بيونتس ايه؟ يا اما حجم على تايم، اللي تكعيب على تايم، او عمق على تايم، لينس على تايم، يعني عمق او هيد على تايم، يعني يا متر مكعب على تايم او لتر بير تايم او سنتيمتر بير تايم، ملي متر بير تايم. كل دي يونتس، هم دول نوعين اليونتس اللي هنعبر بيهم عن الايفابو ترانسبيريشن. ومن خلال الايفابو ترانسبيريشن لو انا عرفت احسبه اعرف احسب هاخده كانه هو ده البلانت ووتر كونسامشن. يبقى هو ده ملخص الايه؟ الانترودكشن. هنا بس بيتكلم لك على اهميه بقى حساب الايفابو ترانسبيريشن اللي بيعبر عن بلانت ووتر كونسامشن. لما انت هتعرف تحسب البلانت ووتر كونسامشن هتقدر تحسب انت مساحه الارض اللي عندك الزراعيه اللي هتخصص للزراعه كام، وبالتالي تعرف احتياجات الميه للمساحه اللي انت هتزرعها دي كام. تمام، لان هنا اربعه زي هو بيقول لك هنا في الانترودكشن 84 من احتياجات المائيه لمصر بتروح في الزراعه، و90% من الاحتياجات المائيه للزراعه دي بتستخدم، 90% منها بتروح في عمليه السيرفيس اريجيشن. تمام كده،
فهو هنا بيكلمك بس على أهمية حساب البلانت ووتر كونسامشن واليونتس اللي بيعبر بيها عنه. تمام. نخش بقى على نتعرف على البلانت ووتر كونسامشن. دكتور طيب معلش انا لما سؤال اجي عن احسب البلانت ووتر كونسامشن لاي نبات. ايوه كنت عايز اسالك، هو يعني هي مصر بتستخدم 90% سيرفيس اريجيشن؟ يعني لا انا بزرع سيرفيس اريجيشن في لا مصر. لا لا، ال 84% من احتياجاتها بتروح في النشاط الزراعي. 84% من احتياجاتها بتروح للنشاط الزراعي، 84% من اللي مصر بتحتاجه للميه، يعني مصر بتحتاج حوالي 65 مليار متر مكعب، 84% من ال 65 دول بيستخدموا في النشاط الزراعي. 95% بقى من ال 84% دول بيروحوا في الري السطحي. وال 10% في المودرن اريجيشن سيستم. ماشي؟ في الري الرشوي والري. طيب لما نيجي بقى ندرس نمو النبات بالتفصيل عشان نعرف كل مرحله من مراحل نمو النبات واستهلاكها من الميه قد ايه، لان لقينا واحنا عشان نيجي نحسب البلانت ووتر كونسامشن مش ثابت على طول فترات نمو النبات، يعني معدل استهلاك النبات للمياه مش ثابت على طول فترات نمو او مراحل نمو. فاخدنا مثال لذلك، مثال نبات الكورن اهو، الجراف ده بيوضح لك كمية المية اللي بيستهلكها نبات الكورن اللي هو الذرة يعني من خلال المراحل المختلفة لنموه. ففي أول مراحله وهو لسه بذرة بلانتد بتبقى أقل مرحلة من مراحل استهلاك النبات، وبعد كده معدل استهلاك النبات اللي هو البلانت ووتر كونسامشن بيزيد لغاية لما بتبتدي يبقى ليه أوراق اللي هي ليف ستيج، بتطلع أوراقه. بعد كده بعد ما تطلع أوراقه ويكبر يبتدي مرحلة الفلورينج اللي هي الإزهار، والفروتشن اللي هي خروج الثمره. يبقى الفلور دي الستيج بتاعت الفلورينج، والفريتشر اللي هي خروج الثمره، الازهار وخروج الثمره. بعد كده بيوصل لمرحله الماتشر اللي هو النضوج، وبعد كده الهارفستنج اللي هي الحصاد. طبعا الفلورينج والفروتشن دي بتبقى اكتر مرحله بيستهلك فيها النبات للمياه، اهو اكتر مرحله النبات بيستهلك فيها نبات مياه هي مرحله الازهار والاثمار. وبعد كده بعد ما الثمره بتنضج بتقل كميات المياه اللي بيستهلكها النبات لغايه مرحله الايه الحصاد بتاعه الايه المحصول. تمام كده؟ يبقى الفيجر ده او الجراف ده بيعبر لك على ان كميات المياه اللي بيستهلكها النبات ما بتبقاش ثابته خلال مراحل نمو، لا بتبقى متغيره، بتقل، بتبقى في القليل في بدايه نمو النبات قليله، وبعدين بتزيد مع النمو وتوصل لاقصاها في مرحله الفلاورنج والفريتشن اللي هي الازهار والاثمار، وبعد كده بترجع تقل تاني. طيب تمام. وهنا برضو بيوضح لك علاقه مراحل نمو النبات بكميات الايه المياه اللي هيستهلكها، هي في الانيشال ستيج اللي هي مرحلة البلانتنج، وبعد كده الميد سيزون اللي هي مرحلة الليف والفلاورنج والفريتشن، ومرحلة بآخر المرحلة اللي هي مرحلة النضوج والإيه والحصاد الليت سيزون، ده للذرة طبعا. طيب هنا بقى نتكلم عشان احسب بقى، عاوز احسب الايفابو ترانسبيريشن اللي هيعبر عن البلانت ووتر كونسامشن لازم احط المعادلات اللي هحسب منها. طب المعادلات اللي هحسب منها عشان احط معادله لازم اعرف ايه؟ لازم اعرف الفاكتورز اللي بتاثر على الايفابو ترانسبيريشن. اهم فاكتورز هم ثري فاكتورز بيأثروا على الايفابو ترانسبيريشن من اي نبات، بس اهم فاكتور من الثلاثه دول هو اول فاكتور اللي هو الميتورولوجيكال فاكتورز، العوامل الجويه الميتورولوجيكال فاكتورز. ليه؟ لان زي ما قلنا اكبر كميه من النبات من المياه اللي بيستهلكها النبات بتروح في الايفابو ترانسبيريشن اللي هي عمليه النتح والبخر، والنتح والبخر يبقى معتمدين على العوامل الجويه. كل ما درجه الحراره تزيد النتح والبخر يزيدوا،
وكل ما سرعة الرياح برضو تزيد النتح والبخر تزيد وهكذا. الرطوبة النسبية لما تقل النتح يزيد والبخر يزيد وهكذا. فهي دي العوامل الجوية من أكتر العوامل اللي بتأثر على الإيفابو ترانسبيريشن لأي محصول أو لأي نبات. تاني حاجة الكروب فاكتورز، عناصر المحصول بقى أو عناصر النبات نفسه زي الليف سايز، حجم الورقة بتاعته، الفوليوم بتاع الروت بتاعه، حجم الجذر، الجذر هياخد حجم النصيل قد إيه، عمق الجذر، الجذر عميق في الأرض ولا ضح، مراحل النمو المختلفة للنبات زي ما قلنا. كل دي عناصر بتعتمد من أو خصائص من خصائص المحصول أو النبات بتأثر على كمية المية اللي هيستهلكها واللي هنعبر عنها بالإيفابو ترانسبيريشن. آخر فاكتور معانا اللي هو الإيريجيشن فاكتور، اللي هي بتتعلق بقى بعملية الري بتاعتك، إيه الميثود اللي أنت هتستخدمها، هل هي سيرفيس إيريجيشن ولا مودرن إيريجيشن، الاسكيدول الجدول اللي انت بتنفذ بيه، الجدول الزمني بتاع الري، الاريجيشن ديبس، عمق مياه الري وهكذا. كل عناصر الاريجيشن دي بتاثر لك طبعا على الايفابو ترانسبيريشن اللي انت هتحسبه. طيب احنا بقى ايه الابروتش اللي هنمشي بيه عشان نحسب الايفابو ترانسبيريشن ده؟ ايه الابروتش؟ الابروتش اللي احنا هنحسب بيه ان احنا نيجي عند بدايه زراعه اي محصول ونحسب الايفابو ترانسبيريشن. عند بدايه زراعه اي محصول هنحسب الايفابو ترانسبيريشن اللي هو الاي تي نود، الاي تي نود عند بدايه زراعه اي محصول، وبعد كده نضربه في الكروب فاكتور بتاعك. الكروب فاكتور ده اللي هو بيتضمن خصائص المحصول او خصائص النبات من مراحل نموه لحجمه لكل الخصائص اللي بتعبر عن النبات، اللي هعبر عن النبات بالكروب فاكتور. الايفابو ترانسبيريشن ده هعبر في مرحله النمو هيبقى مين اللي متاخد من الميترولوجيكال بارامترز. يبقى الاي تي نود ده اللي بحسبه في بدايه زراعه المحصول بحسبه مين اللي من الميترولوجيكال بارامترز، من المعادلات اللي بتعتمد على العوامل الجويه من التمبريتشر والهيت اللي هي درجه الحراره او التمبريتشر والهيت يعني، والرطوبه النسبيه والرياح، كل العناصر الجويه دي بدخلها في معادله واحده اقدر احسب منها الايفابو ترانسبيريشن في بدايه زراعه النبات. بعد كده اضربه في الكروب فاكتور يديني التوتال ايفابو ترانسبيريشن. بس لو انا المنطقه دي بيحصل عليها بريسيبتيشن يعني سقوط امطار، يبقى دي ميه هتوصل للنبات بطرحها من الميه اللي النبات كلها التوتال ايفابو ترانسبيريشن للمحصول، اطرح منه كميه الميه اللي هتسقط عليه من الامطار، ويبقى هي اللي باقي ده هو ده الاريجيشن ووتر، الاريجيشن ووتر ديماند اللي احنا عاوزين نوصلها للنبات خلال مراحل نموه او فتره زراعته يعني. تمام. طيب يبقى ده البروسيدور اللي احنا هنمشي بيه عشان نحسب الايفابو ترانسبيريشن. طيب الطرق بقى اللي هحسب بقى بيها الايفابو ترانسبيريشن ده، الميثود اوف ديتيرمين ايفابو ترانسبيريشن، قال لك اول طريقه الابروكسيميت استيميتنج ميثود، الطريقه التقريبيه، ان انا نزلنا عند في بلاد مختلفه والمزارعين اللي بيزرعوا انا محاصيل مختلفه في بلاد مختلفه، سالنا كل مزارع هو المحصول ده بياخد ميه قد ايه، القطن بتاخد ميه قد ايه، الشعير اللي هو البيرلي ميه قد ايه، الفول اللي هو البين بياخد ميه قد ايه، كل نوع من انواع المحاصيل. وسالنا المزارعين اللي بيزرعوا النوع ده في اكتر من بلد، وابتدينا نعمل جايد تيبل بالشكل ده اهو في كل نوع من انواع المحاصيل وكميه الميه اللي بيحتاجها خلال فتره نموه او خلال فتره زراعته يعني. طبعا ده بيبقى رينج يعني، لان انت بتعتمد على المنطقه اللي انت هتزرع فيها، فده بيديهولك رينجز
كل محصول والرينج بتاعت المية اللي ممكن يستهلكها خلال فترة ايه زراعته. تمام كده؟ ده بيبقى دي طريقة بقى ابروكسيميت نتيجة الخبرات العملية للمزارعين. تمام؟ دي اول طريقة اللي هي الابروكسيميت ميثود. طيب تاني طريقة اللي هي الدايركت ميجرمنتس ميثود، ان انا هنزل بقى في الحقل واقيس مباشرة كمية المية اللي محتاجها النبات من في الحقل مباشرة باستخدام بقى عدة طرق. أول طريقة الايروديناميك ميثود، أجهزة بتعتمد على حساب نسبة بخار الماء والراديشن اللي موجودة فوق سطح النبات في طبقة الهواء الجوي فوق سطح النبات بأجهزة معينة، أقدر أقيس كمية المية اللي هيستهلكها النبات أو اللي بيستهلكها المحصول ده، يعني النوع ده من النبات بيستهلك مية قد إيه عن طريق قياس عن طريق استخدام أجهزة ديبنس على الايروداينامكس. الأجهزة دي بتعتمد على الايروداينامكس. أنا ما بيهمنيش بس غير أنت تعرف إن في طريقة اسمها ايروديناميك ميثود عن طريق أجهزة بتستخدم المعادلات بون ريشيو دي في إيجاد الإيفابو ترانسبيريشن للأنواع المختلفة من المحاصيل. تاني طريقة عشان أقيس بيها الإيفابو ترانسبيريشن البان إيفابوريشن ميثود، طريقة حوض البخر، طريقة باستخدام جهاز حوض البخر. ده تعرضت ليه انت في الشابتر 1 بتاع الهيدرولوجي، كنت انت استخدمته عشان تقيس بيه الايفابوريشن في اي الايفابوريشن ريت في اي منطقة. برضو احنا بنستخدم الجهاز ده البان ايفابوريشن اللي هو حوض البخر عشان نقدر نقيس بيه الايفابو ترانسبيريشن بتاع اي نبات في اي منطقة. تالت طريقة عندنا السويل ووتر ميثود، ان انا في ايكويشن بحطها للسويل ووتر بادجت اللي هي معادلة الاتزان المائي لاي سويل، دي معادلة الاتزان المائي بتاعت اي سويل هيتم فيها الزراعة. بقيس كل البارامترز اللي موجودة دي في المعادلة باستخدام اجهزة معينة، ويبقى المجهول الوحيد في المعادلة دي الايفابو ترانسبيريشن، واقدر احسبه بمعلومية كل البارامترز دي. يبقى انا بس برضو مش عاوزك تحفظ المعادله دي، انا عاوزك تعرف ان في طريقه اسمها السويل ووتر ميثودز بتعتمد على ان انت بتحط معادله الاتزان المائي بتاعه الميه في اي منطقه، وبيكون في من البارامترز بتاعه المعادله دي الايفابو ترانسبيريشن هو المجهول الوحيد، وتقدر تعوض وتجيبه. طبعا هي كل البارامتر من البارامترز الموجوده في المعادله متعرفه عندك هنا تحت. طيب الطريقه الأخيرة في بتاعت آخر جهاز أقدر استخدمه في الدايركت ميجرمنت ميثودز الليزيمتر. الليزيمتر ده ليه نوعين، ده جهاز بيقيس برضو في الفيلد الإيفابو ترانسبيريشن لأي محصول. النوع الصغير اللي هو بيبقى زي الجردل ده كده وفي حجم معين من الصويل والنبات هيبتدي يزرع فيه بالشكل ده، زي ما انت بتزرع في البيت في قصريه الزرع بتاعك في البيت. فده بيبقى جردل او كونتينر يعني، وموجود في السويل وهيتم الزراعه فيه جوه الكونتينر ده، والكونتينر ده بيبقى متعلق بميزان بالشكل ده اهو. الكونتينر ده بيبقى متعلق بديجيتال بميزان ديجيتال اهو، متوصل اهو بالسنسور اللي بيبتدي يطلع لك قرايه الاوزان مع الزمن. تمام؟ ويتم بقى تعيين وزن الكونتينر ده بالسويل بالنبات اللي جواه في اول بدايه الرعي، اول ما بتبتدي تروي اللي هي اول مره تروي فيها النبات بعد زراعته في الجردل ده، تعين وزن النبات بالسويل بكل حاجه جوه الكونتينر ده بالميه اللي انت حطيتها. وبعد انتهاء الفتره ما بين الرعيات بتاعتك اللي هي الاريجيشن انترفال، تعين الوزن، تاخد وزن تاني وتطرح بقى فرق الوزنين دول، يدي لك كميه الميه اللي النبات استهلكها في المده بتاعتك اللي هي 3 ايام 4 ايام 5 ايام اسبوع على حسب الفتره ما بين الرعيات بتاعتك بتساوي كام. تمام كده؟ يبقى دي ده لو انت استخدمت الجهاز النوع الصغير اللي هو السمول ليزيمتر زي ما انت باين في الشكل بتاعك. الجهاز الثاني بيبقى اكبر بقى
اهو. طبعا ده مش شرط بقى ال 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 بس الليسيمتر ده لازم تحطه برضو، السمول ده لازم تحطه في الفيلد اللي هيتم زراعته بالمحصول ده، عشان كان عشان برضو يكون معرض لنفس العوامل الجوية. الطريقة التانية ان انت بقى بتجيب الجهاز الكبير ده، الليسيمتر الكبير ده اللي هو بيبقى عند صندوق خشبي بالشكل ده، ويتفحط له في الفيلد ويتحط جوه السويل ويتملي بالسويل بتاعة الحقل بتاعك ويتم الزراعة جواه، وطبعا تردم عليه حواليه بقى ويبقى كأنه مخفي جو تحت السويل بتاعتك ما يبانش يعني، ومتوصل طبعا بتحت بقى المكونات اللي هيتوصل بيها الميزان اللي تحت شغال اللي هو الديجيتال ده بالجهاز الكمبيوتر بتاعك اللي بتقيس بيه مباشرة مع الزمن وزن السويل اللي جوه الليسيمتر دي والميه والبلانت اللي جواه. فبرضه بتقيس عمليه الانيشال ويت لما مع بدايه الري، وبعد 5 6 ايام مع انتهاء فتره من الريات تعين الوزن النهائي بتاعك وتطرح الوزنين تجيب كميه الميه اللي النبات استهلكها في الحقل ده بكام. تمام كده، دول الجهاز ده دول النوعين بتوعه اللي بيستخدموا في تعيين الإيفابو ترانسبيريشن لأي محصول موجود في أي بيئة أو في أي حقل يعني. تمام، ده طبعا تحت التايتل بتاع الدايركت ميجرمنت ميثود. الطريقة الثالثة اللي بنقيس بيها الإيفابو ترانسبيريشن اللي هي الإيكويشن، من طريقة عن طريق الإيكويشنز بيزد أون ميتورولوجيكال داتا طبعا، والإيكويشنز دي بتعتمد في استنتاجها على أو في كتابتها على العوامل الجوية. طيب بنفس الكونسبت برضو هنحسب، هنستنتج المعادلة اللي بتجمع العوامل الجوية من تمبريتشر ورطوبة نسبية والووتر بريشر، الووتر اير بريشر اللي موجود في الجو، كل العناصر المائيه او العوامل اللي هتاثر على الايفابو ترانسبيريشن بنلمها في معادله واحده ونحسب منها الاي تي نود. وبعد ما حسبت الاي تي نود ديبند على الميتورولوجيكال داتا او الميتورولوجيكال بارامترز تضربها في كي اللي هو فاكتور بيعبر عن خصائص المحصول. تمام كده، يبقى هي دي الطريقه اللي استخدموها العلماء اللي اشتغلوا على الكلام ده في ايجاد المعادلات المختلفه اللي بتعبر عن الايفابو ترانسبيريشن. بس طبعا كل بقى عالم اشتغل على اخذ في اعتباراته كونديشنز معينه، يعني واحد اعتمد على التمبريتشر كان هي اهم عامل، واحد تاني لا قال الريلاتيف هيوميديتي، واحد تالت قال لك الاير ووتر بريشر، وهكذا. فكل واحد على حسب الريفرنس اللي اتاخده في استنتاج المعادله بتاعته طلع لنا عشرات المعادلات اللي بتعتمد في حساباتها على الايفابو ترانسبيريشن على العوامل الجويه. اهم معادلتين عندنا بيستخدموا على مستوى العالم معادله بينمان ومعادله بلاني كريدل. بينمان وبلاني كريدل، احنا هنا في مصر بنستخدم معادله بلاني كريدل، فهي دي اللي هنركز عليها. في اوروبا وامريكا الشماليه بيستخدموا بينمان تمام عشان مناسب للمناخ عندهم، لكن احنا هنا في الميدل ايست مصر وغالبيه الميدل ايست بيستخدموا بلاني كريدل لان هي مناسبه للبيئه بتاعتنا او للمناخ بتاعنا يعني. طيب احنا بقى معادله بلاني كريدل اللي هو اتعملت سنه 50 دي بتقول ايه؟ بتقول السمول اف بتساوي بي في كابيتال تي. طب ايه سمول اف ده؟ سمول اف ده اللي هو المانثلي كونسامبتيف يوز فاكتور، معامل الاستهلاك الشهري بتاع النبات، معامل الاستهلاك الشهري بتاع النبات بيساوي ايه بقى؟ بيساوي بي اللي هو الريشيو اوف توتال انيوال داي لايت اورز ديورينج ذا مانث، المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع الشمس، الداي لايت اورز دي عدد ساعات سطوع الشمس
خلال الشهر، يبقى المتوسط السنوي لعدد سطوع الشمس خلال لعدد ساعات سطوع الشمس خلال الشهر اللي هو اسمه ايه بي. ليه بقى بلان كريدل اعتمد، هو بقى بلان كريدل اعتمد في حسابات الايفابو ترانسبيريشن على ان اكتر فتره بيحصل فيها الايفابو ترانسبيريشن هي فترات النهار مش فترات الليل. اكتر فتره بيحصل فيها الايفابو ترانسبيريشن هي فترات النهار اللي بتطلع فيها الشمس، لان دي اكتر فتره بيبقى فيها درجات الحراره مرتفعه وبالتالي بيظهر فيها الايفابو ترانسبيريشن. لكن فترات الليل اللي هي اختفاء الضوء يعني بتبقى اقل فتره من او اقل معدل من معدلات الايه الايفابو ترانسبيريشن. فهو اعتمد في حساباته على معاملين بلاني كريدل، ده بلاني كريدل ده عالمين، واحد بلاني وعالم اسمه بلاني وعالم اسمه كريدل، اعتمدوا في استنتاجهم للمعادله دي على الانيوال دي لايتس اور ديورينج ذا مانث، والتاني عامل اللي هو التمبريتشر. بس هنا كانوا شغالين بالفهرنهايت لان انت عارف اوروبا وامريكا شغالين في التمبريتشر بالفهرنهايت. تمام، احنا خدنا بقى في مصر المعادله دي الاساسيه وعملنا عليها موديفيكيشن، عدلناها وبقى دي الصيغه اللي بنشتغل بيها في مصر وباليونتس اللي احنا بنستخدمها في مصر. اصبحت عندنا بقى ان الـ AT اللي هو الـ Evapotranspiration هيساوي 192 في K، حيث K ده constant اسمه الـ crop factor او planning cradle crop factor، planning cradle crop factor. في الـ B اللي هو عدد ساعات متوسط عدد ساعات سطوع النهار، وفي الـ temperature plus 17.8 عشان دي نحول بيها ان بدل ما نستخدم نعوض عن التمبريتشر بالفهرنهايت، لا بنعوض عنها بالدرجه المئويه. بدل ما نستخدم اليونتس بتاعه التمبريتشر بالفهرنهايت هنستخدم التمبريتشر اللي هي السيليزيوس يعني الدرجه المئويه. خلاص كده، فدي بقت الصيغه النهائيه اللي احنا نستخدم بيها معادله بلاني كريدل في مصر. طيب الايفابو ترانسبيريشن من معادله بلان كريدل بيطلع بايه بقى دلوقتي؟ دي اليونتس اللي انت بتطلع بيها الايفابو ترانسبيريشن من المعادله دي، بتساوي ايه؟ بتساوي كميه الميه اللي انت هتطلعها من المعادله دي هتساوي متر كيوب للفدان بير مانث، متر كيوب للفدان بير مانث. دي مهمه جدا عشان الناس كتير طلبه كتيره بتغلط في المعادلة دي بسبب انها مش حافظة اليونتس، وتيجي تعوض بعد كده هنستخدم القيمة اللي هتطلع مننا هنا في معادلات اخرى عشان نطلع منها الريجيشن ووتر ديبث، طبعا الارقام بتبوظ منه تماما لان هو هنا مش مهتم بحفظ اليونتس. تمام، فتحفظ معادلة بلان كريدل لانها ما بتبقاش جيفن واليونتس بتاعتها مهمة جدا. تمام، يبقى هي دي المعادلة اللي هنبتدي نحسب منها الايفابو ترانسبيريشن لاي كروب موجود في مصر عندنا يعني. وبالتالي بعد كده نبتدي نحسب بقى الاريجيشن ديبس. بس هو انا بيعرض لك الاول البي ده اللي هو الانيوال دي لايت، ده بنجيبه منين؟ ده بنجيبه من تشارتس هي موجوده في اي ريفرنس، وطبعا على في اي مواقع علميه خاصه بالاريجيشن على النت يدي لك الانيوال دي لايت ده مع الليتيتيود. الليتيتيود ده اللي بيمثل لك ايه؟ طبعا مع الزمن اللي هو مع الاشهر بتاعت السنه المختلفه من اول شهر يناير لغايه ديسمبر. الليتيتيود ده اللي هو بيمثل لك ايه؟ الليتيتيود يمثل لك ايه؟ الناس اللي اخذت مساحه سيرفي الليتيتيود بيمثل لك ايه؟ خطوط عرض ولا خطوط طول؟ الليتيتيود خط عرض ولا خط طول؟ خط ايه؟ عرض طول. واحد بيقول عرض وواحد بيقول طول. طب هو خط عرض وخط طول في خط فيهم بيمثل الزمن عند كل مكان على الكرة الأرضية، واحد تاني بيمثل المكان عند كل
عند كل بوزيشن على الكرة الأرضية، مين بقى اللي بيمثل مكان ومين اللي بيمثل زمن؟ خط الطول هو المكان، خط الطول بيمثل ايه؟ زمن. فعلا خط الطول اللي هو بيمثل الزمن ده اللي هو زي جرينتش، خط جرينتش، خط جرينتش ده خط الطول الريفرنس بتاع النظام العالمي اللي هو جرينتش، ماشي. وبعد كده خطوط العرض هي اللي بتمثل لك المكان، خطوط العرض هي اللي بتمثل لك المكان على الكره الارضيه، بدايه من خط الاستواء، بدايه من خط الاستواء اللي هو مركز الكره الارضيه، وبعد كده تبتدي تقيس من فوقيه، يبقى الزيرو ده بيبقى عند خط الاستواء، خط الاستواء، وتبتدي بقى تقيس من اعلى واسفل، من اعلى واسفل، خلاص كده. يبقى الليتيتيود ده اللي هو خط العرض، المكان اللي انت بتقيس عنده على خط عرض كام، وهو في شهر كام من السنه، يبقى هو ده دي التشارتس اللي بتجيب منها البي عند المكان والزمان المحددين اللي انت عاوز تعرفهم عندهم، الانوال دي لايتس. طبعا ده مش تحفظه، ده انت بتبقى ايه بتستخدمه عشان تعوض بيه في اي مكان انت هتبتدي تحسب له الايفابو ترانسبيريشن. طيب هنا بقى نرجع بقى للتصميم بقى، خلاص بقى يبقى انا كده عرفت المعادلات كلها اللي خاصه بالنبات وخاصه بالسويل وخاصه بالووتر. نبتدي بقى نرجع تاني نشوف انت عاوز تعمل التصميم اهو، تجيب الاريجيشن ديبس. اول حاجه مش هنجيب الاريجيشن ديبس، هنجيب حاجه اسمها النت اريجيشن ديبس الدي ان، اللي هو بيعتمد على ان انت كل عمليه ري هتعملها هتخزن في السويل الريدلي افيلبل ووتر كونتنت. يبقى الدي ان ده النت اريجيشن ديبس، ده اول عمق من اعماق الري اللي انت هتحسبه، اللي هو معتمد على السويل. السويل اقصى حاجه تقدر تخزنها فيها ايه؟ اللي هي الريدلي، قلنا الريدلي افيلبل ووتر كونتنت. كل عمليه من عمليات الري هخزن جوه السويل، جوه منطقه الجذر من السويل، الريدلي افيلبل ووتر كونتنت زي ما شفنا في المحاضره اللي فاتت. طب وبعدين ده هتحسبه منين الريدلي افيلبل ووتر كونتنت ده او الدي ان؟ يعني قال لك من المعادله دي اهي، الدي ان ده هتساوي الروت زون ديبس، عمق منطقه السويل جوه الجذر، في الريدلي افيلبل ووتر كونتنت. ده كانك حولت الريدلي افيلبل ووتر كونتنت لعمق من الميه اهو. لما تضرب الريدلي افيلبل ووتر كونتنت في عمق السويل اللي انت هتزرع فيها، يبقى ده الدي ان اللي بيناظر عمق مياه الري اللي هتتخزن جوه السويل وتدي لك الريدلي افيلبل ووتر كونتنت. الريدلي افيلبل ووتر كونتنت ده ليه اشكال مختلفه او معادلات مختلفه، يا اما سيتا اف سي ناقص سيتا ار بي لو انت عارف سيتا ار بي بكام، او ايبسون في الافيلبل ووتر كونتنت لو انت عارف ايبسون بكام. يبقى دول الشكلين او المعادلتين اللي تقدر تحسب منهم الريدلي افيلبل ووتر كونتنت على حسب الداتا الجيفن في المساله بتاعتك. تمام تمام، هو هنا معرف لك الكلام ده، فبيقول لك هنا الابسون بتتاخد الراوند 70%، بس انا لا، انا في دايما في المسائل انا اللي بدي لك ابسون، ما بخليش حد يفرض عشان نطلع كلنا اجابه واحده، ما يبقاش عندنا اجابات متعدده يعني. تمام. طيب ده الدي ان اللي انت بتحسبه ديبندس على مين؟ على خصائص مين؟ البلانت ولا السويل؟ الدي ان دلوقتي اللي انا حسبته ده ديبندس مين لي على مين؟ خصائص مين؟ السويل كلها. خصائص السويل كلها، ما فيش اي حاجه للنبات دلوقتي. طيب كويس خالص، يبقى ده اقصى حاجه السويل تشيلها. بس هل انت بقى لما تيجي تروي هتروي بالدي ان بس؟ لا، قال لك لا، ده انت لو رويت بس بالدي ان يبقى كده عمر النبات ما هياخد الميه اللي هو عاوزها، هياخد ميه اقل بكتير. ليه؟ لان انت خلال عمليه الري في فواقد كتير بتحصل، لصص كتير بتحصل. فهو ده السؤال، بيقول لك انت عاده لما هتيجي تروي هتروي بالدي ان؟ قال لك لا، لازم تغطي عمق بقى الري التوتال اللي انت هتروي بيه، لازم يغطي عمليه كميه الفواقد اللي هتحصل في عمليه الري بتاعتك. فالفواقد اللي عندك في الري دي انواعها ايه؟ قال لك في عندي حاجتين لازم اضيفهم على كميه، على الدي ان ده، على النت اريجيشن ديبس. اول حاجه لو انا محتاج غسيل لتربه السويل في الموقع اللي هو الليتشنج ووتر ديبس، لو انا السويل اللي عندي فيها املاح زياده فلازم اضيف ميه زياده عن حاجه السويل عشان تشتغل فيها كجرافيتيشنال ووتر، تدوب لي الملح الزياده اللي متراسب جوه الفراغات في السويل
فتقلل لي السولت كونسنتريشن اللي موجود جوه الصويا. فدي ميه زياده لازم تضاف على الدي ان ايه تاني، قال لك تغطي لي اللوسز فاكتورز اللي جوه الصويا اللي جوه العمليه بتاعتك، اللي هي نتيجه بقى الايفابوريشن. هو الاول هنا هيتكلم لك على الفاكتورز اللي افكتنج على الليتشنج ديبس، ده الليتشنج ووتر ديبس. هو هنا بيتكلم لك كميه المياه اللي انت عاوزها للليتشنج هتتحسب بناء على ايه؟ بناء على الووتر او السولت كونسنتريشن اللي موجود في الووتر، والبلانت كاركترستكس بتاعتك، خصائص البلانت، والسويل، نوع السويل، وكميه الاملاح اللي موجوده فيها. تمام؟ وبناء على الثلاث عناصر دول تقدر تحسب كميه الليتشنج المياه اللي انت عاوزها للسويل اثناء عمليه الري بتاعتك. طيب ايه تاني هتزوده على النت اريجيشن ديبس؟ قال لك اللوسز، الفيلد لوسز. تمام كده؟ الفيلد لوسز اهي. يبقى الدي اي بتاع الاريجيشن ديبس بتاعك هيساوي الدي ان اللي انت حسبته للسويل زائد الليتشنج ووتر، عمق الميه بتاعت الووتر، زائد الفيلد لوسز، اللوسز اللي بتحصل في الفيلد عندك. طب اللوسز اللي بتحصل في الفيلد عندك، قال لك في نوعين من اللوسز هتحصل في الفيلد. لوسز في السيستم، في شبكه النقل اللي هتنقل لك الميه من المين سورس للفيلد بتاعتك، ولوسز ثانيه في الفيلد نفسها. يبقى اللوسز اللي هتحصل في السيستم في الفيلد متقسمه لنوعين، لوسز في السيستم في شبكه النقل، ولوسز في الحقل بتاعك نتيجه اثناء الري. طيب اللوسز اللي في شبكه النقل اللي هي بتاعت السيستم نتيجه ايه؟ قال لك ان الميه هتجي لك من المصدر الرئيسي للحقل بتاعك من خلال اوبن تشانل. طب الاوبن تشانل دي بتبقى قنوات مفتوحه ترابيه، فبيبقى فيها كل عناصر اللوسز متعرضه ليه بالايفابوريشن من السيرفيس ووتر او من الفري سيرفيس بتاع الووتر، ومن السايد سلو، من السايد الويتد بارامتر بتاع التشانل بتاعتك اهو بالانفلتريشن، لان ده سويل والسويل فيها فراغات والميه ماشيه فوقيها، فيحصل فيها سايد انفلتريشن بالشكل ده. فدي كلها اسباب بتسبب لك فقد في الميه اللي هتخش لك من الترعه لغايه لما توصل لك للحقل بتاعك. كمان التشانلز دي بيبقى عليها استراكشرز، الاستراكشر نفسها ممكن تسرب لك، يحصل من خلالها تسرب من عند البوابات ومن عند الحوائط بتاعتها، يحصل من خلالها تسرب، فتبقى فواقد في المياه برضه. فدول كل دي فواقد في المياه اللي هتوصل لك من المصدر الرئيسي للحقل بتاعك عن طريق الاوبن تشانلز. تمام؟ طيب وايه تاني؟ قال لك في اللي هي اللوسز نتيجه بقى، نتيجه الايه؟ الفيلد نفسه. الفيلد نفسه لما تحط الميه على سطح الحقل بتاعك هتبقى الميه متعرضه برضو للايفابوريشن والديب بيركوليشن، هي ممكن كميه من الميه اللي انت هتتخزن جوه منطقه الروت دي تنزل لاسفل الجراوند ووتر بالديب بيركوليشن، او ممكن تطلع بره الحقل خالص بالسيرفيس ران اوف. فدي التلات اسباب اللي بيسببوا لك لوسز في الحقل بتاعك، في كميه الميه بتاعت الحقل بتاعك. طيب يبقى انت كده عندك كفاءتين لمياه الحقل بتاعتك، الايتا سيستم، الافيشنسي بتاعت شبكه الحقل بتاعتك اللي هي الترانسبورتيشن افيشنسي، او اللي هي الترانسبت افيشنسي، كفاءه النقل، او والكفاءه الثانيه الفيلد افيشنسي او الاريجيشن افيشنسي. يبقى دول الكفاءتين اللي بنعبر بيهم عن الري في الحقل، او عن اللوسز في الحقل، اللوسز اللي خلال النقل واللوسز خلال الري. تمام كده؟ طيب وهو هنا موضح لك كل عنصر من عناصر الكفاءه دي بتساوي ايه. طبعا اي كفاءه في الدنيا بتساوي ايه؟ اللي خارج على اللي داخل، اللي خارج على اللي داخل. ده اللي خارج من شبكه النقل على اللي داخل لشبكه النقل، ده اللي خارج وهيتمسك في السويل بتاعت الحقل على اللي داخل للحقل اللي هي مرايه الري للحقل. طيب اخر حاجه بقى هنا كده، يبقى خلاص انت من الخطوه اللي فاتت قدرت، من الكفاءات يبقى انت من الخطوه اللي فاتت قدرت تحسب من السويل الدي ان، ومن الكفاءه او من معلوميه اللوسز تعرف تحسب الدي اي. يبقى انا كده من السويل بارامترز، معلومات السويل، قدرت احسب الدي ان، ومن اللوسز اللي بتحصل في الري قدرت احسب، او من كفاءه الري قدرت احسب الدي اي.
خلاص كده، يبقى الدي اي هيساوي ايه؟ الدي ان على الكفاءه، عمق مياه الري بتساوي الدي ان اللي هو النت اريجيشن ديبس على الكفاءه، او لو او انت عارف بقى اللوسز كاعماق تضيف اللوسز ده على الدي ان ويبقى هو ده الدي اي بتاعه. طيب يبقى انا كده قدرت احسب مين؟ اول عنصر من عناصر التصميم بتاعي اللي هو الاريجيشن ديبس. طب فاضل لك مين دلوقتي؟ تاني عنصر اللي هو الاريجيشن انترفال اهو. تاني عنصر اللي هو الاريجيشن انترفال. الاريجيشن انترفال ده بقى هيبقى زمن. الزمن ده هتجيبه منين؟ هيقول لك الدي ان اللي انت هتخزنه على في منطقه الجذر على معدل استهلاك النبات للمياه اللي انت خزنتها له ده. طب معدل الاستهلاك الدي ان ده بقى اليونتس بتاعته ايه؟ الدي ان ده بيمثل لك ايه؟ حجم وحجم ولا اريا ولا عمق؟ الدي ان ده بيمثل لك حجم ولا اريا ولا عمق؟ الدي ان ده يمثل لك حجم ولا اريا ولا عمق؟ دبس. دبس، برافو عليك، دبس من الميه. الدبس ده ممكن يكون سنتيمترز، مترز، مليمترز، انش، فيت، اي حاجه، اي يونتس من اليونتس بتاعت اللينسز او بتاعت العمق الدبسز. طب الايفابو ترانسبيريشن لازم تتحط في المعادله ده، اليونتس بتاعته لازم تكون ايه؟ لازم تبقى ريت، عمق على على تايم، صح كده؟ ريت، عمق على تايم. طب الريت بتاعنا هيبقى غالبا ايه؟ عمق من نفس اليونتس بتاع الدي ان على التايم بيبقى بالدي. يبقى دايما الاي تي ده بيبقى عمق بير دي. العمق ده ممكن يبقى مليمتر بير دي، سنتيمتر بير دي، متر بير دي، انش بير دي، فيت بير دي. يبقى اي عنصر من عناصر الاعماق او اي يونتس من اليونتس بتاعت الاعماق بير دي. يبقى الاي تي ده هو دي غلطتك دايما اللي بتحصل في التعويض في المعادله السهله دي، ان انت الايفابو ترانسبيريشن مش معوض بيه باليونتس المطلوبه. اليونتس المطلوبه هنا ايه؟ عمق على زمن، والزمن بير دي. فيطلع لك ان انت بتقسم عمق على عمق على زمن، في الاخر يطلع لك زمن بقى محدد. تمام كده؟ طب الانترفال، الاريجيشن انترفال هنا بتعتمد في المعادله دي على ايه؟ هتعتمد على عناصر الايفابو ترانسبيريشن اللي انت درستها بكده، وعلى عناصر الدي ان. يعني الايفابو ترانسبيريشن بتعتمد على ايه؟ على الميتورولوجيكال فاكتورز، على الكروب فاكتورز، على الاريجيشن فاكتورز. طب والدي ان بتعتمد على ايه؟ على السويل فاكتورز. فهو هي كل دي العناصر اللي هتعتمد عليها الاريجيشن انترفال، اللي هي نفس العناصر بتاعه الايفابو ترانسبيريشن ونفس العناصر بتاعه الدي ان. تمام كده؟ طيب الدي ان هنا لما اجي الاريجيشن انترفال بقى، السؤال هنا لما طلع لي، لما احسبه ويطلع لي مثلا 9 ايام و6 من 10، يبقى انا هقربها لل10 ايام ولا لل9 ايام؟ لما احسب الفتره بين الريات من المعادله دي، عوضت وحسبت طلع 9 ايام و6 من 10، يعني المفروض اقرر عمليه الري بتاعتي بعد 9 ايام و6 من 10. انا بقى لما اجي اقرب التسع الزمن ده، اقربه لل9 ايام ولا لل10 ايام؟ يعني اقربه للكبير ولا للصغير؟ اقربه للصغير. برافو عليك. ليه؟ عشان اكون في السيف سايد. لو انا اتاخرت عن الري وقربت للكبير، يبقى كده في فتره زمنيه هيبقى فيها عجز للميه، وبالتالي هتاثر على انتاجيه النبات. ماشي؟ فدايما الريجيشن انترفال دي اقربها لمين؟ للصغير. احفظها كده طبعا، تفهمها وتحفظها. تقرب الريجيشن انترفال زي ما هنشوف في الاكزامبلز بتاعتنا، بنقربها للصغير. فعندك اكزامبل اهو بيقول لك كالكوليت ذا اريجيشن انترفال فور عمق من السويل، فور لمساحه من السويل او مساحه من المحصول 60 فدان، كروب مساحته 60 فدان، وزروت ديبس وعمق الجذر ليه 50 سنتي، وبلان كريدل كوفيشنت اللي هو كي 0.7 اف ذا تمبريتشر از 25 درجه مئويه او سيليزيس، بيرسنت اوف انوال دي لايت اور بير مانث 8.38%. The soil has apparent dry. يبقى هو مدي لك كل عناصر بلان كريدل اهي، كل عناصر بلان كريدل مديها لك. The soil has apparent dry density، يبقى جاما apparent dry 1.4 جرام بير سنتيمتر كيوب.
and الثيتا اف سي والثيتا دبليو بي، بس برويت، خلي بالك كده برويت عشان تبقى عارف ان احنا شغلنا كله بالفوليوم فيريمتريك، ار 21% و 14%. واتس ذا اريجيشن افيشنسي، عاوز بقى كفاءة الري لما تكون 25000 متر مكعب في الرية، 25000 متر مكعب بالويترنج. ويترنج دي يعني ايه؟ يعني الرية ار جيفن، تم مدهم للاريا بتاعتك، يعني انت كل عملية ري للمحصول اللي هو 60 فدان ده هترويه بكام؟ ب 25000 متر مكعب من مياه الرية. يعني هو كده مدي لك حجم مياه الري في كل ريه كام؟ 25000 متر مكعب. بيقول لك بقى احسب لي كفاءه الري، وتيك الابسون بتساوي كام؟ 0.7. هو مدي لك كمان الابسون عشان ما تفترضهاش. فاول حاجه عشان هبتدي احسبها، هو هنا حسب ايه؟ انا عاوز الكفاءه اللي اول حاجه تسال نفسك ايه اللي مطلوب؟ مطلوب الاريجيشن انترفال، الفتره ما بين الريات، وبعدين الكفاءه. طيب الفترة، خلينا الأول في الفترة ما بين الريات. الفترة ما بين الريات هتساوي إيه؟ الفترة ما بين الريات هتساوي الدي إن على الإي تي زي ما أخدنا في السلايد اللي فات. الفترة ما بين الريات الإريجيشن انترفال هتساوي الدي إن النت إريجيشن ديبس على الإي تي. فهو هنا ابتدى يحسب الإي تي أهو. الإي تي من بلان كريدل 192 في بلان كريدل كوفيشنت في البي انوال دي لايت في التمبريتشر زائد 17.8. عوض اهو كل حاجه، بس خلي بالك الانوال دي لايت تخليها ديسيمال، ما تخليهاش بيرسنتج، ديسيمال اهي يعني تقسمها على 100، وتعوض بالتمبريتشر عادي بال 25 سيليزيوس، تطلع لك اليونتس بتاعت التعويض ده، يطلع لك بايه؟ 482 متر مكعب للفدان بالمانس. بس انا الدي ان بتاع لما هبتدي احسبه هطلعه بالمليمتر او بالسنتيمتر عادي اي حاجه، يعني هطلعه هو هنا طلعه بالمليمتر. يبقى انا لازم احول الكلام ده طبعا مليمتر بير دي، لان انا زي ما قلنا عاوزين الانتجريشن انترفال بير دي، فلازم الكلام ده اللي طلع لنا حجم للفدان بير مانس احوله لمليمتر بير دي. فهبتدي احول الاول الحجم لعمق، ان انا اشيل الفدان ده وعوض مكانه بمساحة الفدان. مساحة الفدان كام؟ 4200. يبقى أنا لما أقسم الحجم اللي هو بالمتر مكعب على إيريا ب 4200 إدتني عمق برمتر، بس أنا عاوزه بالمليمتر، يبقى ضرب في 1000. يبقى أنا ضربت في 1000 ليه؟ عشان أحول من المتر للمليمتر، وقسمت على كام؟ 4200 عشان أحول من فوليوم لعمق. وبعد كده هشيل المانس ده، أفك المانس عشان أنا عاوز بردي، فكيته ل 30 دي اهو، وفي الاخر طلع لي النتيجه 3.83 ملي متر بير دي. طبعا كان ممكن لو انا ما ضربتش في 1000 وضربت في 100 كنت طلعته سنتيمتر بير دي. لو انا ما كنتش ضربته 1000 كنت ضربته في 100 كنت طلعته بالسنتيمتر بير دي. لو انا ما ضربتش في 1000 ولا في 100 كنت هطلعه بالمتر بير دي. يبقى على حسب اليونتس اللي انت هتطلعها من هنا تكتب. هو هنا اشتغل مليمتر فضرب في 1000 وطلعت له بالمليمتر بير دي. طيب بعد كده جاب الدي ان اللي هو الدي في الابسون اللي هو الريدلي افيلبل ووتر كونتنت، اشتغل بقى على الصيغه اللي هي الريدلي افيلبل ووتر كونتنت بتساوي ابسون في اي دبليو سي. اي دبليو سي اللي هي السيتا اف سي ناقص سيتا دبليو بي، بس هنا ضربها بقى في الجاما ابيرنت دراي عشان هنا برويت. ضرب الريدلي افيلبل ووتر كونتنت هنا في الابيرنت دراي دينستي عشان هو هنا مدي لك برويت وانا عاوزها برفوليوم. خلاص كده تمام، فتكير في التعويض ده وعوض وطلع بالمليمتر، لان عوض على السنتيمتر دي ضربها في 100 في 10 فبقت 50 سنتي بقت 500 ملي، وطلع النتيجه بالمليمتر. قسم بقى الدي ان على الاي تي طلعت له بتسعه وشويه دايز، تسعة وشوية ديز قربها تاخدها بكام؟ تسعة وشوية، تسعة وكسر تاخدها انت كام؟ خدها تسعة صح زي ما قلنا، ما تاخدهاش عشرة، تسعة وكسر تاخدها تسعة ما تاخدهاش عشرة. فهو عمل كده. اخر حاجة هو عاوزها ايه؟ الاريجيشن افيشنسي. طب الاريجيشن افيشنسي بتساوي ايه؟ من السلايد اللي قبليها اهي، الاريجيشن افيشنسي بتساوي الدي ان على الدي اي.
كفاءة الري الحقلي بتساوي الدي ان على الدي اي. انا عندي الدي ان حسبته، فاضل لك ايه؟ الدي اي. طب ما الدي اي هو مديهولك اهي، الدي اي هو مديها لك اهي، الدي اي اهي مديها لك كفوليوم، الدي اي مديها لك كفوليوم، الدي اي مديها لك كفوليوم. الدي اي مديها لك كفوليوم، يبقى هحول الفوليوم ده احوله لدبس، بعد ما احوله لدبس بالمتر احوله لملي متر. فالفوليوم ده عشان احوله لدبس اقسمه على ايه؟ الفوليوم بتاع ده حجم مياه الري، عاوزها دبس لان عندي الدي ان كدبس، فاقسمه على ايه؟ على الاريا. على الاريا اللي هي كام؟ 60 فدان. طب انا مش شغال في الفدان، شغال بالمتر، يبقى تضرب في مساحه الفدان اللي هي 4200. برافو عليك. طب انا دي هتطلع لي بالمتر، انا لما كده قسمت الحجم الميه بتاعت الري على مساحه مياه الري او مساحه الحقل يعني، طلعت لي العمق بالمتر، بس انا مش عاوز بالمتر، عاوز بالمليمتر. رحت ضارب في 1000، يبقى كده هيطلع بالمليمتر. تمام، يبقى اقسم مليمتر على مليمتر يطلع لي البرسنتج بتاعت الكفاءه اهي 34% و6 من 10، 34.6%. تمام كده. يبقى في اي حاجه مش واضحه في المثال ده؟ تمام. زي ما انت شايف اهو، هي دي المعادلات. المثال ده لا من كل المعادلات التصميميه اللي انت هتشتغل بيها، والشيت بتاعك اللي نازل ما فيهوش حاجه جديده، كل الشيت اللي انت هتشتغل عليه ال 11 مساله بتستخدم الثلاث معادلات دول، بلان كريدل، الدي ان، الافيشنسي، بس ما فيش حاجه ثالثه. وطبعا المعادلات الاولانيه اللي هي بتاعه الجاما ابيرنت دراي والسيتا والكلام ده، الجاما ابيرنت دراي والفوليومتريك ووتر كونتنت، ماشي، الجاما ابيرنت دراي، علاقه الجاما ابيرنت دراي والفوليومتريك ووتر كونتنت السيتا يعني، خلاص. بس هي دي العلاقات كلها اللي ايه اللي هتستخدمها في حل الشيت. طبعا انت لما تيجي تحل بقى في مسائل الشيت دي، تروح حاطط المعادلات دي كلها اللي انا مديلك في المحاضره دي جنبيك كده، وتبتدي تمسك كل مساله وتطلع الداتا وتشوف الريكوايرد ايه، وتشوف ايه المعادلات اللي انت عارفها او اللي انا مديها لك هتستخدمها في حل المساله دي. مسالتين ثلاثه هتلاقي نفسك بقيت حافظ المعادلات دي تماما، وبقيت عندك العمليه سهله. طبعا هيتاكد الكلام ده، هيثبت في دماغك لما تاخد السكشن الاسبوع ده على الكلام ده، هي دي الشيت هيتحل كله بالمعادلات دي، خلاص. يبقى انت خلال ان شاء الله الاسبوع ده هتاخد في السكشن يحل لك، هو الشيت 11 مساله منهم سؤالين نظري تقريبا، يبقى في 9 مسائل هو في السكشن هيحل لك 4 أو 5 بالكتير، وانت بقى تكمل الباقي لانها تكون افكار متشابهه. خلاص كده، ده بالنسبه للشيت ده والمحاضره دي داخله معاك في الميد ترم الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم السبت الجاي. تمام. طب هنتكلم بقى عن الميد ترم الاسبوع الجاي ان شاء الله. اللي داخل لك في الميد ترم محاضرات الهيدرولوجي كلها اللي انت خدتها في الاسابيع اللي فاتت، ومحاضره الاسبوع اللي فات مع الدكتور يحيى، مع استاذنا الدكتور يحيى، وهو نازل لك فيه طالب منك ريبورت موجود في الشيت، هتبقى تعمله وتسلمه مع assignment 2، بس طبعا في ميعاد التسليم يعني. فبرضو المحاضره اللي فاتت هي بقت معاك بي دي اف، هيبتدي يسالك عليها. طبعا الامتحان زي ما انت عارف هيبقى ام سي كيو، الامتحان ام سي كيو على الثلاثه شابترز اللي انت خدتهم من بدايه الترم، الهيدرولوجي والمحاضره اللي فاتت اللي هي الانترودكشن، وشابتر السيرفيس اريجيشن اللي انت خدته منه محاضرتين النهارده يعني. تمام. توزيع النسب الام سي كيو هيبقى تلتين الاسئله على الهيدرولوجي، 70% من الامتحان هيبقى اسئله على الشابتر بتاع الهيدرولوجي، 30% على المحاضرتين بتاعتي وبتاعت الدكتور يحيى بتاع الاسبوع اللي فات. تمام كده، خلاص، وكلها اسئله سواء نظري او مسائل هتبقى ام سي كيو، نظري او مسائل هتبقى ايه؟ ام سي كيو. تمام كده. في اي اسئله بخصوص المحاضره او بخصوص الميد تيرم؟
مدته ساعه ساعه دكتور. مدته ساعه وطبعا في بابل شيت، مدته ساعه وهيكون بابل شيت، فانت مش هتحتاج، وبتسلم ورقه الاسئله مع البابل شيت، بتسلم ورقه الاسئله مع البابل شيت. تمام تمام. طيب بالتوفيق. انا هرفع لكم يعني بعد المحاضره، هرفع المحاضرتين دول، هتلاقي الجزئين بتوع المحاضره النهارده بارت 1 وبارت 2 هرفعه لكم على ال ام اس. ماشي؟ فمش خلاص مندوب الدفعه، انا هرفع لكم على ال ام اس دايركت، وانتم تنزلوها بقى من على ال ام اس. تمام كده؟ تمام تمام. وزي ما والشيت اترفع لكم من امبارح على ال ام اس برضه. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. بالتوفيق يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. شكرا. نشوفكم على ايه؟ نشوفكم على خير.